مشاهدينا اهلا بكم من صوت مصر لمشاكل وفضايح لا عدد ليها على مرأى ولا مسمع الجميع. الفنانة شيرين عبد الوهاب تصدرت الترند في الاسابيع القليلة الماضية بعد طبعا ازمتها الاخيرة اللي كلنا عارفينها مع طليقها حسام حبيب واخبار عن تدهور صحة النجمة شيرين عبد الوهاب في الفترة الأخيرة. ومن خلال هذه التغطية الآن سنستعرض مع حضراتكم آخر وأهم أخبار صحة شيرين النفسية والجسدية، وطبعا هنطمن الكل وكل محبيها من خلال هذه التغطية. بعد الأزمة الكبيرة اللي مرت بها النجمة خلال الأسابيع اللي فاتت واللي وصل صداها إلى أقسام الشرطة مع طليقها حسام حبيب، فقد طمأن الشاعر المصري بهاء الدين محمد جمهور شيرين عبد الوهاب عن صحتها وحالها، موضحا أنه زارها في منزل عائلتها اللي هي بتتواجد بيه دلوقتي بعد الأزمة اللي مرت بيها، في إشارة منه لإنهاء الخلاف بينها وبين شقيقها. وأضاف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ووضح في بوست بأنه التقى بشيرين عبد الوهاب وانها كانت بحال جيد بيطمئن الناس عن صحتها قائلا: بطمنكم عليها، هي اجمل من الوقت اللي فات وهي في اجمل حالتها مع العائله. واكد الشاعر ما ذكره شقيق شيرين محمد عبد الوهاب قبل فتره حول انها توجهت بصحبتهم الى منزل العائله وتم انهاء الخلاف بينها وبينهم، كما لم يكتف بهاء الدين محمد بذلك بل شوق الجمهور لخطوة شيرين المقبلة مؤكدا أنها هتنهي آخر اللمسات لألحان جديدة ولم يمر هذا المنشور مرور الكرام، بل تفاعل معه الجمهور بشكل كبير خصوصا وأن الشاعر طمأن الناس عنها بعد أزمة طبعا صعبة مرت بها. وتوجهت التعليقات بالشكر لبهاء الدين محمد حيث أعرب محبو الفنانة عن سعادتهم بتواجد شيرين مع عائلتها، طبعا بيأملوا انها بتعود من جديد وانهاء كافة الازمات اللي كانت ما بينها وما بين اسرتها خلال السنين الاخيرة، وطبعا المشاكل دي اللي جعلتها انها بعيدة عن الغنى. كما ايضا كشف الناقد الفني طارق الشناوي عن تطورات حالة الفنانة شيرين عبد الوهاب بعدما قد اعلن الشاعر بهاء الدين محمد زيارته ليها واطمئنانه عليها. وقال طارق الشناوي عن شيرين عبد الوهاب في لقائه مع الإعلامية ببرنامج صباح البلد المذاع طبعا على قناة صدى البلد انها هي بتخضع حاليا للعلاج وبالفعل محتاجة للتخلص من المشاكل اللي واجهتها خلال الفترة الماضية. كمان أضاف في كلامه وقال: هناك عدو شرس يحاول إخراجها من طريق العلاج ليسيطر عليها، ونتمنى إنها تكمل علاجها وتخرج مرة تانية بالسلامة لتعود شيرين عبد الوهاب اللي احنا متعودين عليها. واختتم طارق الشناوي حديثه عن شيرين عبد الوهاب وقال: أعتقد إنها ستعتزل كما تنبأ البعض، وأتمنى إنها تستكمل العلاج ولا تسمح لأي شخص شرير إنه يمنعها من رحلة علاجها. من جهة أخرى خلينا نقول أن أكد المستشار القانوني ياسر قمطوش المحامي الخاص بالفنانة شيرين عبد الوهاب والمتحدث الرسمي كمان ليها أنه تقدم ببلاغ للنائب العام بيحمل رقم 41792 لسنة 2024 ضد من سرب ونشر فيديو الفنانة. وكان قمطوش قد أكد في تصريحات سابقة أنه لا يوجد تنازل عن المحضر اللي حررته الفنانة ضد طليقها الفنان حسام حبيب، مشيرا إلى أن الصلح لم يتم والتنازل لم يحدث. وكمان ذكر أن هناك تقريرا طبيا تم تحريره عقب واقعة التعدي على الفنانة شيرين عبد الوهاب من جانب طليقها الفنان حسام حبيب، ومن خلاله تم إثبات ما حدث من إصابات بعد أن حررت الفنانة شيرين عبد الوهاب محضر رسميا بقسم التجمع الخامس لطليقها بعد التعدي عليها بالضرب المبرح داخل شقة تستخدم كاستوديو بمنطقة التجمع الأول. وخليني أوضح أن كان رد الفنان حسام حبيب على ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بشأن التعدي على الفنانة شيرين عبد الوهاب والذي أدى إلى القبض عليه وإخلاء سبيله في ساعات قليلة، مؤكدا أنها تعمدت ضرب نفسها. وقال حسام حبيب في تسجيل صوتي لبرنامج إي تي بالعربي أن كل التهم المنسوبة إليه كاذبة وأن الأمر سيتضح خلال الساعات القليلة القادمة. كمان قال وأكد أنه واثق في القضاء المحترم
وأضاف حسام حبيب معلقا: كل اللي شيرين بتقوله كذب، وهي اللي عورت دماغها بالطفاية وعورت رجلها بالمقص، وربنا كبير وكل حاجة هتبان، خصوصا ان الناس كتير كانت شاهدة على الواقعة، وبناتها كمان كانوا موجودين، وكل الناس اللي كانوا موجودين قريبين منها ومني، ما عدا شخص واحد بس هو اللي زور شهادته وقال اني سرقت 50,000 دولار واربع خواتم الماظ. يا ريت تقول لي هي جايباهم منين وموجودين في اي بنك. في النهاية بنتمنى طبعا عودة نجمة شيرين عبد الوهاب لفنها الجميل. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.